كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ونحتفي بكتاب أو المولود الإصدار الجديد، كتاب محادثات سرية حول طنجة. طنجة التي تجمعنا اليوم كمدينة متواجدين بها فقط، وإنما كموضوع لهذه الأمسية التكريمية التي نظمتها جمعية أنصار ومحبي إشبيلية بوطينة، حيث أبت أن تحتفل بتوقيع كتاب محادثات سرية حول طنجة، التي هذا الكتاب أو هذا المولود الذي يحمل شهادات عدة كتاب، 32 كاتب إسباني قدموا شهاداتهم حول مدينة طنجة. هذه الشهادات أبلغها المحتفى به اليوم الكاتب عبد الخالق النجمي. طنجاويين من مختلف دول العالم، يعني بعض الدول سنوا ما كتوقعش تصور واحد الكتاب من أستراليا كيعلق على ذاك المقال ولا على ذاك الحوار. فمن هنا بدات يعني الفكره ديال 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 الحوارات، وما كانش عندي الوقت ديك الساعه الفكره ديال الكتاب. دونك ملي مشيت للجامعه ديال مدينه المستقله كان خصني نعمل بحث صراحه الله في الترجمه الفوريه، لان هي اللي كتعجبني وهذيك. ولكن الاستاذ المشرف قال لي زعما صراحه انا ما يمكنليش نشرف على البحث ديال الترجمه الفوريه لان ماشي التخصص ديالي. فما كتعجبني المغرب. بداية أشكر جمعية محبي وأنصار جمعية بوتينا على تنظيم هذا اللقاء الرائع كما شاهدتم. فكذلك أشكر جمعية أطفال الجنة والمركز اللغوي بإيبيريا وبطبيعة الحال بيت الصحافة. اللقاء كان عبارة عن تقديم كتاب محادثات سرية حول طنجة، وهو التقديم الثالث هنا في مدينة طنجة، وصراحة تفاجأت بالحضور المهم والنوعي الذي حضر هذا اللقاء. لقاء كان صريحا استفدت منه كثيرا. كانت هناك تدخلات مهمة جدا سواء من طرف الجانب الإسباني أو الجانب المغربي، وكذلك من خلال أسئلة الحضور. فالكتاب هو عبارة عن مجموعة من الحوارات حول مدينة طنجة أجريتها مع كتاب وشعراء إسبان، إما ازدادوا في مدينة طنجة أو زاروا مدينة طنجة وانبهروا وفتتنوا بجمالية هذه المدينة الرائعة وكتبوا عنها مؤلفات. فحاولت من خلال هذا الكتاب أن أقدم لهم شكرا من خلال هذا الكتاب الذي سبق وأن قدمته في مختلف المدن الإسبانية. فهذا الكتاب الذي أصدره السي عبد الخالق أتحدث فيه أولا عن كاتبه اللي هو عبد الخالق نجمي كإنسان، وهو من القلائل الذين جمعوا بين الأدبين، أدب الأخلاق وأدب الإبداع. أعرفه كشخص متواضع رائع. من المتدخلين في لقاء اليوم لقاء حفل توقيع للكاتب الدكتور طنجاوي عبد الخالق النجمي كتاب محادثات سرية حول طنجة بالإسبانية كومبرتاسيون السيكريتوس سوبري تانخير. الكتاب طبعا هو مجموعة حوارات تفوق 30 حوار أجرها الدكتور عبد الخالق النجمي. استدعاني لأدلي برأيي في الكتاب والفكرة بشكل عام. طبعا الكتاب يتحدث عن مدينة طنجة التي كما قلت في مداخلتي نعتبرها كيانا وليس مجرد مدينة. الجميل في هذا اللقاء وما دعاني شخصيا للحضور وهو هذه المبادرة الخيرية التي تدعم جمعية أطفال الجنة الأطفال ذوي الإعاقة، وهي مبادرة نادرة جدا أن يجمع كاتب بين العمل الثقافي والخيري. ينضاف إليها أن المنظم هي جمعية رياضية، فنحن هنا أمام عمل ثقافي خيري رياضي، وهذا قل ما يحدث. لهذا فأظن أن هذا اللقاء هو حالة فريدة من نوعها في مدينة طنجة. نتمنى التوفيق لصديقنا وزميلنا الدكتور عبد الخالق نجمي، وشكرا لكم. الحمد لله والشكر لله. كما شفتوا عملنا هذا النشاط هذا بحكم جمعية كتشتغل في الأعمال الاجتماعية ثقافية رياضية، وهذه من بين الأعمال الثقافية اللي تم تكريم أو تقديم كتاب حول المحادثات السرية لمدينة طنجة اللي كان من تأليف الكاتب عبد الخالق نجمي، مشكور من هذا المنبر. الحمد لله كما شفتوا كان حضور جماهيري اللي لبونا الدعوة، فكنشكروهم كل واحد باسمه فردا فردا
على هذه التلبية الدعوة.